اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد. احنا النهارده موجودين عند عم ويليام، اقدم سمكري في محافظه الشرقيه وما كانش في جمهوريه مصر العربيه كلها. زي ما انتم شايفين كده، عم ويليام بيصلح بابور الجاز، بابور الجاز اللي ما فيه، يعني اللي فيه ناس كتير ما تعرفوش وما تعرفش يعني ايه بابور الجاز. عم ويليام بقاله 84، عم ويليام عنده 84 سنه وبقاله اكتر من 60 سنه بيصلح في بابور الجاز. زي ما انتم شايفين، شايفين بابور الجاز ده يعني ثروه قوميه. خلونا نعرف القصة والحكاية تفاصيلها لعم ويليام. زي ما انتم شايفين كده، يعني بص ماشي. ازيك يا معلم؟ مرحبا يا جناب الريس. فاطمة الفوج اللي عملها دي حاجة كده؟ دي سيب يا عم يعمل دي الغالية دي. لا بص يا حبيبي، الغالية زي ما كنت مرتبينها قالب هنا، كنت سيخة على القالب مكسور فيه، عاوز قالب. اتفضل. حاضر يا حبيبي. هتخش البيت كمان شويه يا هيس. انت عاوز تفتح مان؟ عاوز تفتح البيت كمان شويه. خد البكه. ماشي يا بابا. طيب. شويه صغيره كده. وماله عاوز جدين عشان ابن عامل حسابي. مصطب قول لك يا حبيبي، انت على راسنا، انت مهندس يا عم. الله يخليك على ايه يا عم؟ كيس 50 جنيه. نجيب الجديد ب 2100 ونجيب ال 250 جنيه. شوف لك خجل. ابونا اخد حاجه فيها قلب خشب. هجيب لك كمان شويه 20 جنيه. هجيب لك الساعه كام؟ قلب عندك؟ ما عنديش جلوبه. اشتري له قلب؟ قلبي كمان يجي خشب كده طويل زي ده اهو. لا زي ده اهو كده القلب طويل. لا ما هو قال لك انت كنت مراكبه بطايخ الجوزه مكسور في ايد القلب ورميناه. يعني اشتري له قلب؟ لا قلب يعني؟ عندي ده والله. لا مش عندي. لا نشتري له قلب؟ قام القلب كده احنا هنتكلم معاكم. بس عم ويليام يعني ايه عنده شغل دلوقتي؟ يعني ديت ب 40 جنيه يكون موجود معانا علشان خاطر نعرف منه حكايه البابور الجاز والسر في بابور الجاز ايه؟ سر الصنعه وسن مهنه السمكري، ومهنه السمكري عمرها قد ايه وبقالها قد ايه موجوده في مصر؟ ويليام هيكلمنا عن كل التفاصيل دي. بس اجيب انا بعمي ونبي. بس ما نعمله لسه، هنجهز لك عمليات. ماشي يا عمي. ماشي شويه كده. انا هنجهز لك عمليات. طب انت مني يعني ربنا عارف برضه بص من حاجه. طب ما الجانب دي بتعمل فوق. ايه؟ الجانب دي ازاي؟ ليش انا هجيب حاجه برضه؟ حاجه بالمره حاجه ولا اتنين؟ ادي اتنين. خد يا عمي الجلب. جلب 25 جنيه. تمام يا عمي تمام. ايه المطلوب مني؟ انت خدت مني الاول 20 جنيه دلوقتي. اول كلام ما مش عايز بفضل جدين عشان يبقى فاهم. خد يا حاجة. عايزين طربوش كمان ولا ايه؟ طيب ماشي كده. دي 20 و5 25 كده 27 ونص بالجنيه. طبعا هجيب لك كمان حاجة تبقى 30. ده رجع يا مولي. نعم ده رجع لحمام 25 27 ونص. يا عمي عايز مني ما دفعتش على بوك. ايوه يا عم المطلوب ده يجي عشان ابقى انا عامل حسابي. دي ثمنه كام يا سيدي؟ دي ثمنه 35. لسه ماشي. انا بقى عايز مني بقى يا عمي.
الله يبارك فيك يا عم. خد حبل هي ديت يا عم وليم وديت رحت اللحم بس والقالب ليه وليه اللحم لسه ايوه طيب والقالب القالب 35 بس هجيس لك واحد غير دكتور تمام يا عم تمام طيب ماشي ما ينفعش يفكر كتير عشان البوابه دي دلوقتي في ثانيه ولا اجيب لك ثانية بشربها عشان السيارة غليت بقت زبالة مش عارف جبنا لعبة زرقاء حاجة تمام يا عمي ايه ما خدش فاضل كده يا عمي كده انت عايز منه قد ايه يا سيدي؟ انا قلت له 50 يعني 50 35 50 على اللحامين 25 25 المهم قد كده دي 35 50 85 انت دفعت 20 يبقى كده راجل بول غير ده راح انت راجل لسه على 30 جنيه طب خد حاجه 200 جنيه وخدها لا انا وانا لا خد 250 وخد واحده جديد انا هعمل حاجه 50 جنيه وخدها يا صديقي عمي المطلوب مني يا عمي دفع خد 20 هجيب لك 30 وانا خدها وانت على الله طب 50 جنيه يا عم احنا مش بنجبر بقى عشان بشتري جديد وبشتري انبوبه ب 250 وجديد ب 2000 انا هخش من جيبي انا هديك 30 كمان بكده 50 يا عمي لقيت 50 ما هو 50 لحمان دول بتجلب ببلاش نجيب لك جوزه برطمان وخلاص فين هي؟ 70 جنيه طب يبقى احسن اه بيجيب جوزه برامج اه يبقى احسن يلا اديله سيده طب دي انت طيب يا عم ولي نعمين ازيك يا عم ولي الله يبارك فيك ازي صحتك عامل ايه الحمد لله ربنا ربنا يديك الصحه يا عم ولي يا عم الله يخليك يا عم عم وليه معرف الناس بقى انت يعني اسمك ايه وبتعمل ايه بقى انا كنت يعني انا شايفينك كنت شغال في البابور اه ما هو انا سبت البابور واتبعت اه قول لنا بقى الـ البابور الجاز وعرف الناس بيك والمشاهدين بيك كده ما هو البابور زي ما قلت لحضرتك بيدق في الاوضه اه وبيعمل الطبيخ وبيعمل كل حاجه آه. كل حاجه بيشتغلوا عليها زي البوتاجاز يعني اه بس الجهاز الايام دي عاد مش ولا بد يعني انت بتعمل ايه كده بقى يا عم وليم؟ بصلحه اه بركب له فونيا بنظفه بعمل الكبات زي انت شايف اه ده اسمه ايه بقى يا عم وليم؟ ده اسمه بابور لا اللي انت ماسكه بايدك ده ايه؟ اللي هو الكباس ده الكباس اه ده بتاع بابور وده الغطا بيعمل ايه بقى؟ دي بنحط فيه الجهاز اهو اللي هما بنحط هنا اه هما بنحط هنا ويتعمر وبعدين تديله نفس هنا الحوض لما ينتلي جاز يسخن الكوش لما يسخن يروح مدي نفس يولع على طول يدي نار حمراء حلوه ده بقى اسمه ده اسمه كباس اللي انت بتركبه ده دي كباس وده الغطا اللي هو بتاع اللي بي اللي بيقفل النفس من فوق بعدين عايز بعد ما يخلص في مفتاحنا بيفتحه هو يطلع ضغط الهواء ضغط الهواء بتاعه وهنا يدي نفس زي ما هو عايز ودي كوشه ودي الفونيا الصغيره الفونيا دي بقى ايه بقى وريها لنا كده كنا شايفينك كنا شايفينك ايوه حاط فيها يطلع عشان يتسلكوا من الوساخه واللي بتاع ويطلعوا اهو كده ويشتغل زي الساعه بس هنا رجلين اللي بيحطوا عليها الحله ويحطوا التنون بتاعها بس انت بقى كده يعني كنت بتديه نفس تمام النفس لما يمتلي غاز اهوت بعد ما يمتلي ويسخن يدي النطق لا مش عايز طب ما بتاخدها بعد لا هعمل بيها ايه بعينها زبونها هقلها زبونها بس مش عندي يعني دلوقتي انا هعمل بيها ايه هقلها زبونها ممكن واحد يجي يقول لك عايز واحده مستعمله او زي ما انتم شايفين كده يا جماعه عم وليم بيصلح بابور الجاز بابور الجاز اهو زي ما انت شايفين بيتكلم مش كده يا عم قول ادي 30 وادي 20 ادي 50 هات 20 كمان تبقى مبسوط بس انا مش هعمل فيها حاجه انا اروح اديتني 20 ايه ده يا عمي؟ خد يا عم
صباح الفل. صباح الفل عليك. الله يخليك. ماشي. جهز البابول والمجال والجزور والكبات وكل حاجه. شغال زي الساعه. عم وليم انت بقالك قد ايه في المهنه عم وليم؟ 65 سنه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا 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 يديك الصحه وطول العمر يا رب. الله يبارك فيك. اتعلمت المهنه ازاي يا عم وليم؟ اتعلمت من ابويا. رحمة الله عليه. الله يبارك فيك يا عم، الله يخليك. جاي لك انا والبطيخ. ايوه عم ويليام، الناس هنا كلها بتحبه عم ويليام. عم ويليام يعني عشرة عمر وعشرة سنين، بيحب المصلحة للناس، زكست الكل، الناس الحلوة اللي موجودة في قلب الشارع. عم ويليام، عم ويليام بقاله معاكم قد ايه هنا في الشارع؟ بقاله اكتر من 80 سنة. 80 سنة، اللهم صل على النبي، من ايام الايام الحاج الكبير. بس انت صغيرة ما عندكيش 80 سنة. يعني تخش 70 سنة حتى؟ نعم. تخش 70 سنة؟ لا انت 20 سنة. لا يا ابني. ربنا ربنا يديك الصحة يا رب، ربنا يديك الصحة يا رب، ربنا يديك الصحة يا رب، ربنا يخليك. قول لي بقى عم ويليام اتعلمتها ازاي؟ يعني انت قلت لي كان في كلوبات زمان بتنور قبل الكهرب دي. وكان في كلوب اسمه كلوب الهل. دي كنا بنصلح 20 30 واحد في اليوم. وكان في بوابير ماسوره كنا برضه بنعملها. والنبي قول لنا ايه هو الكلوب علشان خاطر بس لو في حد من الساده المشاهدين ما يعرفش يعني ايه الكلوب او ما يعرفش يعني ايه بابور الجاز. كلوب اللي هو بينور بيدي ضوء للبيت كله. وللمذكره. ده يعني. اللي هو كان بديل اللمبه دلوقتي. اللي هو بديل اللمبه. كان شكله عامل ازاي؟ عباره عن فانوس كده وله جزازه وله برنيطه كده من فوق وحاجه حلوه ولونه جميل. اسمه الهلم. الهلم. وبقى ايه دلوقتي يا عم ويليام؟ دلوقتي اللي هو الكهارب، اللي هو اللي هي الفانوس والحاجات اللي اللمبه الكهرباء. اللمبه الكهرباء وكله اتغير غير الاول. انواع بابور الجاز ايه؟ ديموس. رويال. ديموس وبنس ورويال وفليبس. اربع انواع خمسه كده. مصنوع من ايه بابور الجاز يا عم ويليام؟ يعني كانوا بيصنعوه من ايه؟ من النحاس. من النحاس. ده نحاس. يعني ده هو بس يعني شكله مبهدل شويه علشان خاطر قديم شويه، لكن هو اهو اصفر اهو بيلمع. شغال على طول. يدي ضوء شديد. احنا يعني سمعنا ان وعرفنا ان البابور كان بيتعمل في وقت من الاوقات من الذهب، دي ايام الالمان. ما كانش لسه المصريين عملوا بابور. في محل اسمه بريموت كاشن كان سابقا في العتبه. دي كان بيبيع البابور دي، ناس بيصنعوها المصريين ويبيعوا فيها. احنا اللي كنا بنعملهم يعني. الرجلين، الدور، الكوته، الكباس، الغطر، احنا كنا بنلحمهم من جوه. ويخش على بتاع يتنضف بالفرشه. يجي جديد لنا. بعد اللحمات من جوه. من جوه. الدور، الكباس، الغطر، كل دي لحمات من جوه، وبعدين بيخش على الفرشه يتنضف يجي جديد لنا. كانت 18 جنيه. دلوقتي البابور برقم. عم عاطف، عم عاطف قول لنا بقى البابور والثروه القوميه والتدرج بتاع البابور في الحياه. بنرحب بيك الاول يا عم عاطف. الله يخليك يا استاذ، ربنا يعزك يا رب. عم عاطف اتعلمت المهنه ازاي من عم ويليام وبقالك قد ايه فيها؟ هي المهنه بتيجي طبيعي، انت بتدخل الدكان دي بيتعرض عليك، دي بيطلع منك، بتفهم اللي بيجي لك بيجيب حاجه، اللي بيجي بتعمل له حاجه، مع الوقت بتاخد المهنه يعني مش محتاجه ان الواحد يقف ويتعلم. بقالك كام سنه في المهنه يا عم عاطف؟ من سنه 90. اللهم صل على النبي. من سنه 86. من 86 احسن من 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 ايام ما كنا في الثانويه. من 4 يعني احسن من 28 سنه. لا يا اخي 38 فيه. 38 سنه كمان. 40 سنه. 14 و24 38. اللي كلمنا بقى عن البابور الجازي يا عم عاطف. نفس القصه بتاعت الارمن وكده ولا قصه ثانيه؟
طبعا معروف تاريخيا حكايه الارمن وتركيا والاباده الجماعيه وطرد الارمن من ايام الالمان. وبعدين لما يجوا هنا كانوا هم شغالين هناك لسه البوابير دي حديثه. فجابوا المعدات بتاعتهم واشتغلوا فيها هنا في القاهره سنه 23 و بالمعدات بالافراد وكده، وكانت الحاجه دي لسه حديثه على الشعب المصري، تحولهم من الكانون والوبيد والنظام الجله لمؤاخذه. قصه البابور الذهب ايه يا عم عاطف؟ القصه دي كانوا بيشتغلوا، كان في البدايه النحاس الاحمر اغلى من الذهب. فطبعا هم كانوا بيعملوا البوابير من النحاس الاحمر على اعتبار الزهوه والشغل وحاجات حديثه. فطبعا لما بداوا يطلعوا من 10 بوابير ل 50 ل 100 ل 200 ل 300 ابتدى النحاس يعني ايه ياخد وضعه ويشتد. فبداوا يغشوا البابور من النحاس بالذهب، غشوه بالذهب يعني في الوقت ده يعني يعني كانوا بيغشوه بالذهب. الذهب ارخص من النحاس في الوقت ده، زائد انه يحتفظ باللمعيه بتاعته فترات طويله. لان النحاس الاحمر مع الوقت بيختار كده وبيحتاج كميه باستمرار زي ما احنا شايفينه كده. فكان البابور بيسخن الاكل بسرعه، ده بخلاف طبعا منظره الشيك وحجمه البسيط. كنا بنعمل فرن بالطين، كانون بالطين كان بياخد مساحه كبيره. والحلل النحاس والحلل الالومنيوم والبابور، وبدا العمليه ايه تاخد التطور من سنه 23 ل 53. قلت لي ان في سمكري اسمه سمكري تيل، ووريتني اللمبه هي فين اللمبه الفتيل؟ ما توريها كده يا معود. شنكري حياتين، شنكري بتاع رفارت، شنكري بونجاز، شنكري اللي بيعمل رماع، طول بتاعت الكنافه، وبيعمل شنكري فونيش، خمس